مع ابو رهان بسيس التفاصيل. نعم، جلال القادري من نوعية الشخصيات اللي انا نحبذها برشا ونشيخ على دورها في التاريخ، اللي تصعد للقمة دون ان تخطط لذلك. خليني نقول الصدفة، مش تنقيص من كفاءته، ولكن الصدفة احيانا والصدفة في عديد محطات التاريخ صنعت احداثا كبرى. جلال القادري هو البرودوي نتاع سلسلة من الصدف ومن السببيات المتراكمة على بعضها. بطولة عربية، بوتين اليوم طبعًا على رأس روسيا بصدفة طبعًا بظروف. كان ما جاش هو رئيس الكجي بي ويلتسين يحكم، وعائلة يلتسين تحب تعمل باساسيون بوفوار تضمن فيها مصالحها، وعندها مشكلة مع قاضي مقلق العائلة وكذا، يتدخل بوتين يعمل له الحكاية، العائلة تقول ثقتنا في السيد هذايا، تمنح له السلطة، والآن يحكم منذ 20 أو 25 سنة. في التقارير شخصية مهتزة غير قوية، مضمونة أنه يسيطروا عليها لوبيات رجال الأعمال الكبيرة في روسيا. فصار بوتين نعرفه اليوم. جلال القادري الآتي من بعيد، الآتي من الصمت الكروي، من ناحية قوة الأندية اللي دربها، من اللي درب انديه كبيره لشيء، والكاريزما والاربعه والاثنين، يجد نفسه على راس تونس في حدث، خليني نقول حدث كوني، كاس عالم، العالم الكل سيسلط عليه الاضواء، سينافس دي ديشان. الوغ لا، هذوما النوعيه من الاشخاص اللي حركه الكواكب تمشي معهم بالكدا، واعتقد انه الزهر وحركة الكواكب اللي تمنحوا من طاقة إيجابية لفائت مثل هذه الشخصيات، أنا أقول إن شاء الله ينسحب هذا الكل على أداء المنتخب الوطني. وهكم تشوفوا كيف قاعد المنتخب يتقدم شيء في شيء من لا من لا شيء تقريبا، مع احترامي وتقديري للعباد اللي تخدم، اما فما شيء ما قاعد يخدم في الطبيعه بعد في الكون بعد دوله اللي يرسل فيها الطاقه الايجابيه. بعد دوله اليابان راهو الصحف الفرنساويه كاتبين فيت اتونسيون لي زيكل دو كارتاج يخوفوا، شوفوا مع اليابان منتخب اليابان يلخص كل شيء. ماذا تخبئ حركه الكواكب لجلال القادري وبناء عليه للمنتخب الوطني؟ كان معكم مسيو سولي الكواكب وتحركات الابراج. جلال القادري بن ظفري ذكرني بالفيلم الشهير بتاع احمد زكي اللي بغلطه بتاع اسم قاروح وزير، ثم صار رجل الحكومه رقم واحد الاقوى الاكثر نفوذا، تغلغل نجح. شوف راهو ماشي مع جلال وربي يبارك فيه، راهو تكمبيس في جو التدريب، وانت تعرف اكثر مني وشكون يهز بيك بتراكس يحفر ليكيب ناسيونال، شكون يمشي بها للحدث الكوني للمونديال، راهو وجات من نصيب جلال. وحتى وقت اللي كان كلام كبير ومتاكد منه يقول شي حب ودي الجيري واعضاء الجامعه، كانوا فما اتصالات وكانوا ينتظروا سقوط جلال،